طيب هل في مشاكل لسه بينكم بعد الانفصال؟ بيطلع ويتكلم وكان قافل الاغنيه بتاعتي، بس الحمد لله الشركه فتحتها. الاغنيه اللي نزلت اسمها ما طلعتوش رجاله دي اصلا مسجلينها ايام ما كنا مخطوبين، بس سبحان الله يعني تحس ان الاغنيه متسجله ورايحه له، بس يعني الاغنيه رايحه له. فانا ممكن اقول اغنيه، ممكن اقول حته منها نزلت على اليوتيوب بس ما طلعتوش رجاله، فهقول مثلا حته منها. ما طلعتوش رجاله والاسفين شغاله، وانا لعبكو حاضر هنقضيها ندالة. ما طلعتوش جدعان غدر واسوأ كمان، دايما تنكروا خيري واللي عملته زمان. وهي دي بقى الاغنية. حابب تسألي ايه؟ انت موجهة لحد؟ ما هي رايحة له من غير ما كده كده، حتى لو قلت الاسم ما قلتش الاسم، كده كده الناس عارفه رايحه لمين. تمام. طيب هل الـ الأهل بعد الانفصال يعني ايه رأيهم يعني؟ ما عادي خالص براحتي. أيوة يعني حد جه قالك ليه عملت كده أو ليه حصل كده أو هو ما هو مثلا مش يعني انا اللي عملت كده يعني، فما هو فاهم. حاولت ان انا افهمه الموضوع وان احنا دايما مش بنمشي يعني مش بنمشي مع كلام الناس، فهو ركز بقى المره دي، فما اعرفش تلت كيكه ولا ان هو شاف نفسه عليا ولا ايه بالظبط يعني. تمام. طيب يعني محدش من الأهل عنده اعتراض عنده يعني انت؟ اعتراض مثلا على اللي لا حصل ما أو حاول عندهمش إن هو اعتراض مثلا لان هم عارفين ان انا مش غلطانه في حاجه وعارفين ان يصلح ما كلام الناس بينكم؟ مش بتخلص. لا في كتير صراحه حاول، حتى صحاب الشركه عندنا والناس، وحتى كمان في ناس من الفنزات والجمهور وكل دول حاولوا، بس لا رافضين تمام. مش عاوز يعني خلاص بقى كفايه، عشان مش حاجه زي كده اللي تخسرنا، اللي انت درجة تيجي تقول لي انت ما تلزمنيش وانا عامل وعامل، ويطلع يقول قدام الجمهور دي واحده مش باقيه مش عارفه على ايه والكلام. لا 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 لا، فمش عايزين، احسن بطلناها يعني الحمد لله، كان وشه فقر والله. طيب هتعملي ايه بعد الانفصال يعني؟ ايه اللي ناوية تعمليه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ انا الحمد لله الاغنيه دلوقتي هي في الترند والحمد لله، يعني في ناس واقفين في ظهري والكومنتات يعتبر كلها عباره عن من ادري وعن رايهم في صوتي. فانا حابه اقول لكل الناس بتحبني، الاغنيه نزلت على اليوتيوب، فانا حابه كل اللي بيدعمني دايما وحابين صوتي يروح على اليوتيوب ويكتبوا اسمي في الكومنتات وقد ايه الاغنيه جميله. الحمد لله يعني راكبين الترند، يعني احنا عدينا بمراحل، يعني احنا في ناس فنانين كبار قوي نزلوا تحت واحنا بقينا بنطلع فوق، طبعا كلهم اخواتنا على راسنا، بس يعني بنتكلم في حوار الترندات بس. طيب ناوية ترتبطي تاني في سن صغير أو في لا ليه؟ طيب نعل شوية بقى خلاص، نعم شوية. حسيت ان هي كانت مرحلة اطفال قوي اللي انا كنت فيها.